القصبة وانا وليت ولي صار يصير ولي صار. رغم تصنيفها منذ سنة 1992 من قبل اليونسكو ضمن التراث العالمي، ها هي المحروسة قصبة الجزائر العاصمة تحتفل بيومها الوطني الذي يصادف 23 فيفري من كل سنة بمظهر شاحب تصارع به الزمن. فالقصبة التي تقاوم الاندثار لم تنجح لحد اليوم مخططات ترميمها وحمايتها، ما دفع بإعادة ترتيب الأمور على أمل تدارك ما تبقى من تاريخ الدويرات والمواقع الأثرية العريقة بتكليف أزيد من 50 مكتبة دراسات وغلاف مالي يفوق 2 مليار سنتيم. غير مكاتب دراسات أنا في وشك تعيين أكثر من 59 مكتب دراسي، لأن كل مكتب يدي جزء من 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 عمارات أو بنايات أو قصور أو مساجد القصبة، يقوم لنا بالدراسات وبعد نختاروا المقاولين ونوصل المجهود، والمجهود راه متوصل. مشكل الأموال، 2 مليار سنتيم راهي أموال سخرتها الدولة للقصبة. ولي العاصمة عبد القادر زوخ وخلال زيارته لأزقة القصبة ومعالمها كان له لقاء بالمجتمع المدني من سكان مدينة سيدي عبد الرحمن الذين رفعوا جملة من الانشغالات تتلخص في مجملها ضمن حماية هذا الصرح الحضاري في البلاد من الزوال. نحبوه ترميم تقني، ترميم يخضع لتقنيات العمران، وبالتالي ضروري ذاك مع مكاتب الدراسات والمقاولين، يعني مش أي مقاولين أخصائيين، حتى من ناحية المواد اللي تستعمل نستعملوا المواد اللي كانت تستعمل في الزمان آنذاك، باش يكون ترميم في أتم المعنى الكلمة باللغة الأجنبية باللغة الفرنسية يقولها حنا نحبوها سيتين غيستوراسيون. زوخ أكد أن أعمال ترميمي ستشمل كل شبر من المحروسة، لكن المسألة قضية وقت لصعوبة الأشغال فيها. ختام الزيارة كان بتكريم عائلة الراحل الفنان القدير عمر الزاهي، رمز من رموز أغنية الشعب الذي يحفظ الصغار والكبار كلمته رغم رفضه الظهور طيلة مسيرته.